السلام عليكم يا جماعة، احنا فين دلوقتي؟ احنا في سوبر ماركت اسمه بلدي، وبلدي ده اكتر محل موثوق فيه في نيويورك، في باي ريدج. يعني انت لو واحد مصري يعمل اخره وجتيت هتلاقي نفسك مرمي في الحته دي. مش صح الكلام ده؟ هو مظبوط والله. يعني انت جتيت مثلا نيويورك هتلاقي نفسك رجلك غصب عنك جابتك هنا. هو ده البي ريدج اللي هناك. والله العرب، فانت يعني هتيجي هنا لو جتيت. ده محل اسمه بلدي. اكتر ليه اسمه بلدي؟ لانه في كل حاجه حلال، كل حاجه مشهوره، الدنيا كلها يعني ايه هرش على المكان ده. تمام، لو رحت جيرسي دي حاجه تانية، لكن نزلت نيويورك هتيجي هنا. تمام، احنا هنعمل ايه دلوقتي؟ هنوريكم اسعار الحاجات يعني مع بعضنا كده. احنا شفنا كام حاجه اتفاجئنا بيهم، فقلنا ايه نوريها لهم يعني، وربنا يكرم ان شاء الله وكل حاجه تبقى جميله واحده واحده كده عشان نفهم. تمام. مش قادر اتكلم فجأة. دلوقتي يعني هوريكم مثال بسيط دلوقتي كده في السريع عشان تركز معايا بقية الفيديو. معلش يا ابو، ممكن تجيب لنا الشوكولاته دي؟ بصوا يا جماعه، احنا جبنا شوكولاته، حتى مش نوتيلا، يعني نوع غريب مش معروف، لكن هي ممكن تبقى هي قد الايد يعني، مش كبيره قوي ومش نوتيلا. ركز معايا كده، بص سعرها كام. بص دوس كده منا على الشاشه عشان بس الناس تشوف. ايوه على الايوه دي، دوس تاني كده. ايوه هتيجي اهي. ايوه اهو، شايفها ولا لا؟ ماشي. ايا كان، هي 7.39 يعني 7 دولار بوينت 39 سنت. تمام، المهم ان احنا يعني ايه جبناها وعادي يعني، بقى بنلف ونجيب بقيه الاكل يعني كده. فدي شوكولاته اهي ب 8 دولار، لا 7.5 يعني 47 سنت. تمام، المهم يعني ايه، كنا بنجيب اكل وبتاع، فروحنا جبنا اللحمه مثلا. اللحمه بقى ركز معايا كده، اللحمه يا معلم بكام؟ شايف بكام؟ ب 6 بوينت كام؟ 64. ده معناها ايه؟ مثلا احنا قلنا دي اللحمه، فقلنا اللحمه ارخص من الشوكولاته يعني، قلنا يمكن دي حاجه طبيعيه مثلا، انا مش عارف. خلينا نركز بقى، بص هنبعد عن الوشره ونجيب لكم الحاجه بقى واضحه. ماشي، تعالوا اهو. بص يا سيدي، احنا واقفين هنا بقى كده اهو، منى برضو واقف اهو متفاجئ معانا. تمام، احنا ايه جبنا الاول دي، فين دي اهي، ركز معايا كده والله العظيم نركزها اهي. بص اهي، الله الله اهي. بص 7.39. تمام، تعالى بقى ركز مثلا ايه حته اللحمه. بص حته اللحمه المفرومه الحلوه دي مكتوب عليها حلال ايه؟ بص بكام يا معلم؟ ب 6.56 يا جماعه، اقسم بالله يعني الشوكولاته دي اغلى من اللحمه المفرومه. ده السجق اهو، يعني سبحان الله، يعني كميه السجق دي برضو ارخص من الشوكولاته. ولا مش ارخص، نفس السعر صح؟ لا، اغلى حاجه بسيطه. ده ايه ده؟ دي برضو شرايح لحمه ب 5.39، ودي اللحمه برضو ارخص برضه. طب بقول لك يا منى، فين الكبده؟ الكبده فين؟ شوف لنا الكبده. اه الكبده حلوه محترمه، السلام، الله اكبر. كام دي؟ ب 6.20 يعني كده برضه الشوكولاته تكسب صح؟ طبعا الشوكولاته تكسب يا منى. طب انا عايز اجيب، عرفت قيمه الشوكولاته؟ عرفت قيمه الشوكولاته بقى؟ عرفت لما كنت بقول لك نوتيلا عشان تفرق. ما شافش الفيديو بتاع النوتيلا يخش يشوف كسر الفيزا على طول. طيب بس كده دي يعني لمحه كده بس. طب ممكن واحد يقول لك سي فود مثلا، يعني يقول لك وريني السي فود ده ايه ده؟ ده خلطبيطه سي فود عامل 4.7 ده ايه ده؟ منهر اخضر ومني. طيب هدي ده لحم كابوريا 4 دولار. بص قد ايه؟ كابوريا يا جماعه، كابوريا ده الواحد، كابوريا دي ثروه قوميه عندنا مش عارف. ودي بص ده، ده ايه ده؟ ده جدعان برضو ارخص. طيب حتى الان الشوكولاته تكسب. طيب تعالى بقى كده يا منى عشان نفهم الناس اكتر، انت عايز الكبده؟ انا عن نفسي مش هعملها عادي، عايز نجيبه بقى. خلاص مش هتعملها، خلاص كفايه. تعالى تعالى كفايه كده فعلا. المهم يا جماعه اهو، هنكل نخليكم تشوفوا معانا بلدي اهو. بص بلدي كده انتوا عارفين، عشان انا هسمي الفيديو ده باسم بلدي برضو، او هسميه مثلا ايه، الرحله في بلدي، محل اشهر محل حلال في بيريدج صح، واشهر محل حلال في نيويورك. هو يا جماعه فعلا اشهر محل
حلال في نيويورك فعلا. انت لو نزلت كان بني ادم متغرب نزلت نيويورك لازم هتيجي بيرج لان هتعرف ان هي دي اللي فيها العرب. فلما تيجي هتلاقي اشهر محل هناك اسمه بلدي، بيبيع كل حاجه حلال، بيبيع المنتجات العربيه المصريه كله زي ما انت شايف كده. اعتقد عارف امريكانا، امريكانا الفول. طب انت ايه لما مشيت كده؟ احنا هنجيب ايه تاني؟ انت يعني متخيل هنجيب ايه تاني؟ احنا مفيش عندنا حاجه نعمل بيها اصلا الحاجات دي. هنجيب مكرونه، ممكن نجيب رز. مكرونه؟ في مكرونه، انا جايب مكرونه. جايب مكرونه؟ اه. نجيب رز. هو ايه اللي قدامك؟ بلح؟ اه. لا ده مش بلح، ده عجوه اللي هي البتاع اللي بتبقى في مصر دي. مش عارف. اهو وانا برضه ليه لان بتوه. لا الفكره مش انك بتوه، الفكره يعني مش المشكله هنا يا جماعه للاسف، يعني المشكله هنا ان هم مش منسقين او مش عارفين المارشندايزر خرج يعني صوره، يعني تلاقي كل حاجه مش متلخبطه متلخبطه. بس يعني لو انت حافظ هتيجي تعرف يعني، بس انت كواحد يعني ما بتجيش كتير هتلاقي نفسك تايه. في مخلل اهو، انت عايز انت مخلل؟ عم تشوف المخلل اغلى من الفراخ ولا اللحمه ولا ايه؟ مخلل ممكن يبقى اغلى، ممكن يبقى اغلى من اللحمه. تعالى كده. لا يا عم 3 دولار اهو، 3 دولار و 30 سنت بس. يعني انا عايز اقول لك ان الفرق ما بين اللحمه والمخلل 2 دولار. البلد الغريبه دي فرق. اه دي حقيقه. طيب يا جماعه دي معلومات بسيطه عن المكان يعني، او عن الاسعار السلع والكلام ده كله، لان الناس بتقعد تقول يا جماعه الاكل. بص القانون في امريكا اسعاره مختلفه عن اي قانون انت عارفه، بمعنى يعني بالحق يعني انت مثلا ممكن تنزل تجيب، ونفترض انت عايز تجيب ايه، انت عايز تجيب مخلل هجيبه 5 دولار، عايز تجيب لحمه برضو ممكن تجيبه 5 دولار. انت فاهم يعني الموضوع مش بكميه الحاجه او بفايده البروتين مثلا. ساعات بتعمل بفايده البروتين، البروتين هنا بيبقى غالي يعني، انك تعمل طبق سلطه لا اغلى من انك تعمل طبق لحمه مفرومه مثلا، او طبق اي حاجه، او طبق مشاوي يعني قصدي. فاهم ده ايه؟ ده دي حلاوه. طب انت بتجيب حلاوه ليه؟ ما انت لسه مخلص الحلاوه اللي في البيت. احنا جايبين نوتيلا. طب تجيب حلاوه بالشوكولاته اللي فوق دي؟ ايوه دي اللي انت بص عليها دي. محمد رسول الله. هنجيب رز ونجيب عسل اسود لعمك عادل. عشان نصرف كده صح من غير ما ناخد بالنا، البادجت بتاعنا فرقع خلاص اصلا. ما شاء الله تعالى ندوق الزيتون عادي. هو ده اللي كنت بتدور عليه صح؟ مش ده اللي كنت بتدور عليه تقول سايب؟ طيب احنا حلاوتنا كلها. بص الزيتون طالع في الفيديو ايه؟ الذهب. هو ايه دي؟ اه ماشي انا ممكن ادوق دي. جواها مش عارف ايه، بس جواها باين حاجه انا مش فاهمها. حلو ده، خش عين. حلو قوي يا اخي، مش مملح قوي وطعمه باين. حلو بجد. لا لا ما ناخدش شويه، لا احنا لا ناخد جزر يا ما ناخد، ومفيش جزر يا ما ناخدش. انا ممكن يكون ناحيه ثانيه، تعال ناحيه ثانيه. طب ما تزق ايديها من بدل انا هصور وازق. ماشي انا اصلا غيرت المسألة كلها. اهو اهو تحت، اهو تحت وفي ليمون معصفر كمان. عايز ليمون معصفر؟ تحت اه بحبه قوي والله. طب تعال نجيب مع الحاجات دي هتبقى كويسه. ليمون معصفر، ليمون ده كبير. ماشي تاخد ده، احنا دي تجيب لنا اتنين بس او نحشرهم. استنى نحشرهم جواها. خد سيب دي عدله بلك الكاميرا مني دي. ايوه حشره. ايوه انزل واطلع. ايه يا عم كل ده؟ لا ما انت ممكن بص كده، وممكن بقى اهي حرك بقى. حرك يا بن بقى. مش شغال تستوي. ممكن اقطعها قطع عشان ما تخش. عايز ميه؟
لا لا ما لا. كل واحد واحدة، واحدة على عم عادل، واحدة ليك وواحدة ليك. احشر الثالثة. هي كده كده مش بالباون يعني، هي برضه بتقل يعني، مش فارقة كام وقت ما انت كده كده. لا انا نازل عشان تبقى في كونتينر واحد يعني، بدل ما ناخد 20 30 كده اي حاجه. بس حلو قوي اقفل يلا يا ابني، مش هنعمل ليه بالميه؟ ميه حلوه انجز. بقول لك ايه صح كده، خلي بالك هو كله نفس السعر. اه اه ماشي ماشي. يلا انت بتصور بطني؟ انا بصور الزيتون. وحياة امك خلص عشان انا تعبت. عشان بس كده انسى بس ده يعني. لا انا قصدي ان هو لو ما بتعرفش تتكلم عربي، ما بتعرفش تتكلم انجلش، ما تقولش حاجه خالص. اكرم الله، انت واخد بالك؟ المهم تمشي تمشي كده عشان ما تبقاش ايه باين ان انت بتصور بالظبط. محدش بيعرف. يلا بينا. قلب اكسكوز مي. اكسكوز مي. اه صح بقى، احنا مش تنمر يا جماعه عشان ما نخلفش قرود ولا حاجه، احنا بنتكلم. بقول لك ايه، عايز اجيب لك؟ والله حلو يا عم. ماشي يا ابن عمه ده، مش هنجيب عسل اسود؟ مش عيش ولا احنا مش محتاجين عيش ولا ايه؟ مش هنجيب اي حاجه، انا عايز اسفيها. طيب امون، مش هنجيب حاجة نقزقس فيها؟ أما أنا معايا كارت. ستة أربعة ستة ستة زيرو ستة. ممكن 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 تلاقيها. ستة زيرو ستة ستة أربعة ستة ستة زيرو ستة تمانية سبعة تسعة اتنين. لا خلاص بقى، يبقى 406. لا اله الا الله. 2020 يعني. استنى ما ندفع، ممكن ندفع شويه كاش وشويه بكام؟ ما ينفع هيديله 20. لا لا عشان انا مش معايا كاش. خد 20 وخد 20 من الكارت بتاعي. اه الكارت ده. معكش فلوس كاش؟ لا مش معايا فلوس خالص. انت ماشي ازاي يعني؟ مفيش، ما انت عارف ان انا ماشي ازاي. انا نازل مصر بقى. ايه ده؟ انا صورت البين نمبر في الناس كلها الجمهور كله يجي يشتري بالكارت. شكرا معلم. شكرا كده. سلام. يا من يا من امسك معلش الكيس ده لحظه واحده عشان انا يعني الراجل ده بيقشعني. قطعك؟ عم احمد. اه عم احمد حبيبي. عم احمد
بصوا يا جماعه اللي يجي وحياه ابوك يا شيخ، لو انت سمعت الفيديو ده وخدت النصيحه من انا اديتها لك وجيت ان شاء الله عمك احمد ده لو شفته ترضيه على قد ما تقدر، ترضيه على قد ما تقدر. عم احمد غلبان من احمد، انا مش معايا فلوس اديها له، انا هديله مش معايا كاش. انا امبارح كنت هنا الدنيا بتشتي ما هو على طول. انت عارف يا جماعه عم احمد ده المفروض نعمل له والله العظيم هعمل معاه انترفيو، تصدق بالله هو ده عالم من عالم نيويورك. عالم وقصته غريبه شويه، كان في ليبيا وسبع عيال و... تعالى بص عم احمد، ازيك عم احمد؟ عامل ايه؟ الحمد لله، ربنا يكرمك، كله بخير، ربنا يخليك، ربنا يخليك يا عم. الحاج نصر بيسلم عليك، بيقول لك جاي كمان 15 يوم بالظبط، اسبوعين ان شاء الله يجي بالسلامه. ان شاء الله بيسلم عليك على طول، الله يسلمك. سلمنا على احمد لحد ما اجي له اقعد معاه ان شاء الله. ان شاء الله يا محمد، يلا عايز حاجه؟ الله يبارك فيك، يا رب. محمد يا جماعه يو الكاميرا مش عارف جايباك انت ليه، ما هو انا كلب، انا وشي كوجي بص برخم عليها بس مش عارف قفشه فيك. عايز اعرف ازاي اقفل الديتكتيف عشان لو مش محتاج. المهم عم احمد يا جماعه، انت عم انت بتسجل اغنيه، انت بتفكر لا مش هستبل، انا بس اقفل دي عشان نقول لهم اخر يا وليا بتقفل. بصوا يا جماعه زي ما قلت لكم، ما شاء الله الله اكبر تبارك الله ما شاء الله. بكل بساطه كده، ده كان بلدي، وبلدي موجود في البيرج على تقاطع الفايف افنيو مع مش فاكر مع كامون، مش فاكر مع 72 تقريبا او 71، يعني على حسب 72 او 71 مع ايه ال 5 افنيو في البي ريتش اريا في بروكلين. انزل تلاقي ناس كتيره جدا بتشتري من هناك، لان هو على فكره في حاجات ارخص، في اماكن ارخص، ولكن هو مشهور لان هو حلال ومتاكدين ان هو حلال. فالناس كلها بتيجي بقى بتوفر، يعني ايه، بدل ما توفر دولار او 2 دولار وتشتري مكان مش متاكده منه قوي، هتلاقي يعني لم يدفعوا دولارين ولا حاجه ويجيبوا حاجه متاكدين انها حلال. بس اشوفكم على خير. في النهايه منشوي مش عارف اجيبك، الكاميرا قفشه. ايوه خليك تعالى كده. ايوه بس هاي شوفكم تاني يا جماعه، شوفكم تاني ان شاء الله يا جماعه. واللي ما شافش الفيديو خش شوف تبصر في اوروبا ولا في امريكا احسن. اشوفك على خير، وان شاء الله في فيديو جاي قريب جدا، عشان في ناس تسال على المرتبات. الفيديو الجاي يا جماعه هنتكلم عن المرتبات، فيا ريت انا عمري ما طلبت منكم تعملوا سبسكرايب يا اولاد دي كده، استغفر الله. بس ان شاء الله اشوفكم على خير، كلها معلومات ويمكن تبقى ثواب برضه. يلا اشوفكم على خير، باي باي.